مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. معي في الاستوديو المرنم الحلو منير حبيب. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. دي قصة حياتي ضامنها في ايديك، شايفها يوماتي غلاوتي عليك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك. حاسسها في أماني، سلامي وضماني، في كل المعاني الحلوة اللي فيك، الحلوة اللي فيك. في البداية بشكر كل مشاهد ومشاهدة بيتواصلوا معانا وبعتونا جوابات أو بيتصلوا بينا بالتليفون أو بيبعتونا رسائل SMS أو بيزوروا موقعنا، موقع برنامج حياتك في قصة www.livestorytv.com. إذا بتزور الموقع بتقدر تعمل داونلود تحميل لكل البرامج، طبعا صوت وصورة، وتقدر تقرأ القصص اللي احنا بنقولها لك مقروءة وتسمع كل الترانيم الحلوة. كمان تكتب لنا رأيك وتعليقك، لأن صدقني عزيزي المشاهد أخت المشاهدة، أنتوا الهدف بتاع برنامجنا. كل غايتنا هي إسعادكم وأن نوصل ليكم قصة جميلة تستمتعوا بيها ومن خلالها أيضا كلمة الحياة. فأرجو أنك ترسل لي، يمكنك أيضا أن تكتب أسئلتك أو في منتديات موجودة على الموقع. يمكن أيضا أنك تكتب قصة حياتك لينا ونزحها. بشكر كل اللي بعتوا قصص حقيقية لينا، وإحنا كمان بنجهزها علشان في البرامج الجاية هنزيع هذه القصص. قصتنا النهاردة بعنوان أصداء ترنيمة الاستهزاء. هتقول إزاي ترنيمة واستهزاء؟ ما هو ده موضوع قصتنا النهاردة. سنة 1908 في إيطاليا كتب شاعر غنائي، مغني يعني شاعر غنائي بيعمل أغاني، قصيدة يهجو فيها المسيح، يسخر فيها بالطفل يسوع، وعمل الترنيمة كتبت وتلحنت علشان تزاع يوم الكريسماس، يوم 25 يناير، ليلة الكريسماس 24 يناير سنة 1908. وفعلا يوم 24 اتذاعت الأغنية دي اللي بتهجو المسيح وبتسخر من المسيح، أقول بكل وقار طبعا. نشروها في الجرائد والمجلات في ميسينيا وجزيرة ميسيسيليا بجنوب إيطاليا وفي كل إيطاليا. وكان هقول أقرا لك جزء من هذه الترنيمة الساخرة، بيقول فيها هذا الشاعر: آه أيها الطفل الصغير، يا من لم تجد في ولادتك سرير، وأنت تدعي أنك الله القدير، وأتيت لتنقذنا من مصير مرير، وبصلبك تصنع لنا التحرير، آه لكي نؤمن بك ارسل لنا زلزالا خطير. طبعا ده جزء من الأغنية الساخرة ترنيمة الاستهزاء اللي عملوها في ليلة ميلاد المسيح سنة 1908. هل تدري ماذا حدث عزيزي المشاهد أختي المشاهدة؟ هذه حقائق مدونة في التاريخ. بعد 3 أيام من هذه الترنيمة التي ملأت إيطاليا وقتها، أي في يوم 28/12 قبل ليترة السنة بيومين سنة 1908، حطم زلزال عظيم عالي جدا بدرجات ريختر كل جزيرة ميسينيا وجزيرة ميسيسيليا في جنوب إيطاليا. في ثواني معدودة قتل هذا الزلزال 90,000 واحد واحدة، غير الكثيرين الذين تشردوا. ومن المؤسف ان كل عائلة، وليست أسرة فقط، كل عائلة الشاعر الغنائي اللي كتب ترنيمة الاستهزاء كلهم ماتوا. اما هو فقد نجا بأعجوبة من الزلزال، ولكنه في الحال طبعا انه كان كاتب من 3 أيام أذيعت أغنيته اللي فيها بيقول: أيها الطفل ارسل الزلزال، فلما كل أهله ماتوا الجن بعيد عنك، وقضى 3 سنين في مستشفى الأمراض العقلية في إيطاليا، ثم مات بعدها وهو مجنون. عزيزي المشاهد أختي المشاهدة، أنا عارف يمكن تقولي
وايه العلاقه بين اغنيه الاستهزاء والزلزال؟ ما يمكن الزلزال جاي بالصدفه، صح، ممكن يكون جاي بالصدفه، ولكن ما يقوله الحياه وما تقوله كلمه الله ان دايما اللي بيستهزئوا بربنا اذا انتهت حياتهم بالاستهزاء هنا في صعوبه بالغه بيواجهوها، وهناك ايضا ابديه تعيسه سيقضونها. اصدار ترنيمه الاستهزاء بعد 3 ايام، كان زلزال قتل 90,000 شخص. هذه قصتنا في هذه الحلقه الجديده، علشان كده عايزك تستمع لهذه الترنيمه الرائعه مع مرنمنا الحلو منير حبيب، وارجو انك تكون زيه هو يقول كنت اعمى، فارجوك استمع وابقى معي الى ما بعد الترنيمه نستكمل اصداء ترنيمه الاستهزاء. كنت اعمى لا ارى اين طريقي، كنت وحدي سائرا بلا رفيقي، الى ان وجدتك نعم الصديق. يا الهي يا إلهي يا إلهي، صرخة من الأعماق يا إلهي، امتلكني واهد نفسي واستلم قلبي ولبي يا إلهي. كيف أنسى ذا اللقاء في الصليب إذ جذبتني بحب العجيب، ومحوت إثمي بالدم السكيب. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، صرخة من الأعماق يا إلهي، امتلكني واهد نفسي واستلم قلبي ولبي يا إلهي. ربي أنت كل شيء في حياتي، وقت ضيقي أنت تسمع صلاتي، وسط حزني أنت نبع التعزياتي. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، صرخة من الأعماق يا إلهي، امتلكني واهد نفسي واستلم قلبي ولبي يا إلهي، واستلم قلبي ولبي يا إلهي. كنت أعمى لا أرى أين طريقي، كنت أعمى، هكذا رنم منير حبيب، وهكذا أرنم أنا، وهكذا أتمنى أن تكون ترنم أنت وأنت عزيز المشاهد عزيزات المشاهدة. كنت أعمى كما كان المولود أعمى يتحدث ويشهد، كنت أعمى والآن أبصر، إنجيل يوحنا صح 9 وعدد 29. أصداء ترنيمة الاستهزاء هي قصتنا في هذه الحلقة عن هذا الشاعر الغنائي اللي عمل أغنية ملأت إيطاليا في كريسماس 1908، وقال له إذا أنت أيها الطفل فعلا ربنا ابعت زلزال، دي الأغنية كانت بتقول كده. وبعد 3 أيام جه زلزال موت 90,000 شخص غير اللي تشردوا. عزيزي المشاهد أخت المشاهدة، أني لا أرجو أن تكون مستهزئ، تقابل مع كثيرين يستهزئون بالمسيح وبكلمة الله. أريد أن أشاركك بحب شديد وأرجو أنك تركز معايا، أشاركك بحب شديد بالآية اللي بتقول إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. قديما نبوخذ نصر الملك، كانوا بيسموه ملك الملوك لأنه كان ملك على 127 مملكة، كتب بعد معاملات الله معاه: من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. يعني اللي بيسلك بالكبرياء مع ربنا، ربنا قادر أنه يذله. فابنه ما سمعش الكلام اللي اسمه بيلشصر الملك، وجاب 1000 واحد من عظمائه، وجاب الأوعية بتاعت الهيكل، وبدأ
يسكر فيها مع الناس مع الألف بتوعه ويستهزأ بربنا. في الليل جات له طرف يد بتكتب منا منا تقيل وفرسين وترعب. في سفر دانيال أصح 5 أرجوك اقرأ، وإذا ما عندكش كتاب مقدس ارسل لي، أرسل لي كتاب مقدس هدية مجانية، أو تقدر تعمل تحميل للكتاب المقدس من موقعنا www.lifestorytv.com. اتحلت خرس حقوي وبقدي رجليه تترعش من طرف يد ربنا أظهرها له، ودخل دانيال يفسر له الحلم وقال له أنا الله ملكوتك وأنهاه. انتهت القصة، انتهى الدرس، ومات في هذه الليلة. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، سأقرأ لك بعض أعداد من رسالة العبرانيين وأصحاح 12. أكيد مئات المرات إذا بتتابع البرنامج تسمعني بقول الله محبة، الله بيحبك. طبعا الله محبة، وده 100% صح دائما وإلى الأبد. بس ركز معايا في هذه الكلمات، بيقول كده: فبالأولى كثيرا جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي في السماء، الذي صوته، الله يعني صوته، زعزع الأرض حينئذ. أيام موسى لما نزل يتكلم على الجبل ربنا، الجبل الزعزع. وأما الآن فقد وعد قائلا، الله وعد قائلا: إني مرة أيضا أزلزل لا الأرض فقط بل السماء أيضا. فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة. كل حاجة في الأرض متزعزعة، كل شيء يتغير، يسوع يدوم زي ما بتقول الترنيمة. لذلك ونحن قابلين، قابلون ملكوتا لا يتزعزع في السماء، ليكن عندنا شكر، بدل التذمر والاستهزاء شكر، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. ثم يختم عبرانيين 12 بهذه الآية: لأن إلهنا نار آكلة. هتقولي حاجة عجيبة، هو إلهنا محبة ولا إلهنا نار آكلة؟ الاثنين. إلهنا قدوس، ولكي يقتص من الخطية لم يشفق على المسيح. هتقولي ازاي؟ في رمية 8:32 الله لما خطايانا نزلت عليه كان غاضب جدا. الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، فلن يشفق علي ولا عليك إذا ظلنا بخطايانا نستهزئ دون الاحتماء في المسيح. الطفل الذي هجوه، يسوع الذي ولد في مزود، في يوم من الأيام هيغضب. ولعلمك المسيح هو الديان. في إنجيل يوحنا صح 5 قال المسيح الآب لا يدين أحد بل قد أعطى كل الدينون للابن. هقرأ لك بعض الآيات. حينما يغضب المسيح في رؤية 6، والغرض بس أنك ما تستهزأش، ولما رؤية 6:12 ولما فتح الختم السادس زلزلة عظيمة حدثت. أكثر من زلزال إيطاليا، ده غضب. زلزلة عظيمة حدثت، الشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة. السماء انفلقت كدرج، كل جبل وجزيرة زي جزيرة ميسينية تزحزحا من موضعهما، وملوك الأرض، اسمع، ملوك الأرض والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الحمل. ايه مين الحمل؟ يسوع الذبيحة، الذبح الأعظم اللي مات وقام، هيغضب. عن غضب الحمل لأنه جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ عندنا في بالعربي في مثل بيقول لك اتقي شر الحليمة إذا غضب. يسوع وديع ومتواضع القلب، بس يوم الدينونة سيغضب. سيغضب عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، رغم أنه بيحبك. الله يحب الجميع، هكذا أحب الله العالم، لكنه يبغض الخطية. وقد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ في رومية 1
18 مكتوب غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. أدعوك وأنت تستمع إلي الآن وأنت تستمعي، تعال للمسيح قل له يا رب أنت في يوم من الأيام الديان، أنت الديان يا رب، أنا بجي لك دلوقتي بعيوبي بخطاياي باستهزائي في الماضي، ما عدتش استهزأ تاني يا رب، أنا بسلمك قلبي، أنا بقبلك وفهمت أنك اتولدت كطفل في مزود مش لأنك فقير ولا لأنك حقير حاشا، لكن لأنك متضع عظيم يا رب. إن صليت سيستلم المسيح حياتك، ارسل لي، سأرسل لك كتاب حياتك في قصة هدية مجانية، وسيرسل لك أيضا المرنم الحلو منير حبيب سي دي الترانيم الجميلة اللي انت بتستمع إليه فيها في هذا البرنامج. أتركك في رعاية الله، وبدل الاستهزاء ليكن عندي وعندك شكر، به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة. يسوع الذي ولد في مزود في يوم الأيام هيغضب، تقول لي حاجة عجيبة، هو إلهنا محبة ولا إلهنا نار أكل الاثنين؟ ولعلمك المسيح هو الديان، فلن يشفق علي ولا عليك إذا ظلينا بخطايانا نستهزئ دون الاحتماء في المسيح. ربي أنت كل شيء في حياتي، وقت ضيقي أنت تسمع صلاتي، وسط حزني أنت نبع التعزياتي يا إلهي.